السلام عليكم اخوتي لافامي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. حطيتكم هاد الفيديو حيت كنشوف هاد الايامات كلشي كيهضر على البير البير البير، شحال كينقام، شحال كيسوى، كيفاش كيعدلو، شحال هاد الوقت. وهنايا حطيتكم هاد الفيديو هذا، كنت طلعت للريف ودرنا انا واختي واحد البير على ود الوالدة ديالي اللي توفات، الله يرحمها ويرحم جميع المسلمين يا ربي امين. درنا هاد البير هذا اخوتي، صراحة الناس اللي كيديروا البير هذا تكرفيس فيه، تكرفيس كتر في الريف في بني عمار، كاين عيش الجبولة والمقليل، وباش عيد طلعوا الماشينة اللي كتحفر الارض، يعني صعيب صعيب صعيب. المهم طلعت الماكينة وصوبنا البير، هادشي بغيت نعنق لكم. البير شحال كيسوى؟ هي صدقه نورمالمون، ما خصنيش نقولها، ولكن خصني نقولها حيت هاد الايامات شفت الناس في يوتيوب بزاف اللي كيهضروا على البير، وانا نقول لكم هاد البير هذا نقام 3 مليون ونص اخوتي، والبير محفور 70 متر، 70 متر. انتم بقاو مع هاد الفيديو غتفهموا تبارك الله. عير هاد الماكينه هادي اللي كتشوفوا هنايا، عرفتي النهار وليل وهي كتحفر، ولكن 70 متر اخوتي لقات الماء الحمد لله، والناس غير تستافدوا بالماء، والله يجعلها صدقه جاريه يا ربي امين. اكثر من الماميغ مسكينه، الام ديالي الله يرحمها ويرحم جميع المسلمين، وما ننساش حتى هو الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين يا ربي امين. بقاو اخوتي مع هذا الفيديو حتى الاخر، وانتم غتفهموا البير كيفاش كيتصوب هنايا في الريف في بني عمارت. يلا بقاو مع الفيديو اخوتي، وشكرا بزاف مره اخرى ان شاء الله. اصلا انا قلت لكم هذا اليوتيوب هذا ان شاء الله ولا رزق لي وكاين المدخول غتكون عين الصدقه الجاريه. وكنقول لكم اخوتي اللي كيتبعوني اللي طاح في هذا الشان ديالي يبارطاجيني، وما ينساش ولا قدر كاع يدافع على هاد لاشين هذا، يعني بارطاجيني ويدير لي في منتدى. وكنقول لكم شكرا شكرا بزاف، باسكو هاد اليوتيوب اللي دايره انا دايره الصدقه ان شاء الله يا ربي امين. ولا طلع لي لا طلعت لي مزيان لاشين اخوتي. تري بون ميسيون، سي تري بون صدقه اخوتي. اللي يقدر يدير شي بير في شي جبال، في شي عند الناس مساكن اللي ما عندهم شي الماء، بحال هنايا هادو كانوا مساكن محتاجين هاد الماء. الصراحه محتاجين محتاجين بزاف، كانوا كيتعذبوا باش يمشيو يجيبوا الماء. الدراري الصغار مساكن ديما ما كيلقاوش الماء باش يدوشوا باش يشربوا باش يغسلوا. المهم انتم كتشوفوا هنايا عرفتوا ليله نهار وليل نهار وليل، وهاد الماكينه كتحفر والله العظيم نهار وليل، زعما تبارك الله عليك تبارك الله عليه. هاد السوري هذا سان سيغيان هو اللي عنده هاد الماتيريال هذا باش يحفر. انتما كتشوفوا كيسودي مسكين، كتخسر له كيعدل عاوتاني، عرفتوا بقى بلا نعاس، بقى بلا نعاس مسكين حتى الصباح عاد كيعاوتاني كيحفر كيحفر عاد الحمد لله لقاو الماء. انتما تبعوا الفيديو اخوتي. ها هو طلع الماء مالك، ها كيخوي، ها شتي في ديك الميكا، ها الماء كيخوي، ها كيحفر وكيخوي، ها ها هو سطل هابط عاود، ها شتي راه هو مشى. آه واه
واصل شي 20 متر دابا، ان شاء الله يكون خير. هو كوبري خدام، هذا من سوريا هذا الراجل، هذا سوري بورو. ياه هو كيطلع، هذيك الطوال كيطلع السطل، ولكن عندهم سطل كبير وطويل. شوفوا انه قداش انه هو، هو خوا بالماء. صافي اخوة كل شيء دابا، دابا غيهبط الصندة، هو غيهبط هادي باش كيحفروا عاود. هو غيهبط في البير، هذا هو باش كيحفر. هو مشى، صافي مشى. الله يسهل، هادشي اللي غنطلبو، نطلبو الله تعالى نجبروهم قرابين. يا ربي الحين ما تخيبناش، الله تعالى ما يخيبناش. صافي يلا دابا نصردو لك، باقي ما عنديش يكون يكسب. صابون بعد جهاد الاخر ناس ما غاش ما مشي وكوبري بون باقي قرا تاع تشري مثلا 100 متر 80 سقدة، واه واه تاع تشري 200 80 سقدة، واه شنو هاد الكوبري هنا غير زعما؟ ايه زعما دابا شنو؟ كون فلا شي خلغور خلغور كاين 200 متر وكاين 300 متر. لا حتى البركة، الله يرحم والدينا يا سي عمر. ها هو مسالي يا سي. البيرة مالكة زدت له اليوم شوية د البني، هبطنا البومبا وشطنا شوية د السما، قلت نزيد له شوية في العلو، وباقي غنزيدو التلبيس الثاني. دابا غنحيد له هذا الكفراج هذا، هذا أنا غنزيد له شوية د العلو. حيد ديك اللاجور، حيد الحجر الاول، حيد الحجر الاول. حالا كتحيد اللاجور مالك. مالك امانا كتغربل شويه هاد الرمله باش نلبسو عاود نعملو التلبيس الثاني. حنا باقيين هنايا اليوم عاود. نتمنى الله تعالى يرزقنا. انا باقي غنلبسو ونبيطو، من بعد نسردو لك عاود شي تصويره ان شاء الله. الماء الخير موجود الحمد لله، الجيران كلشي كيعمر. هو مالك، امسالي معدل يوم قيال معايا المعلم الله يكثر خير والله يخلف عليه. كنت غنعطي شي 100 درهم والله ما تخلص مني بوبري. ملي كيسمعوه صدقه كيقول لك انا نخدم بيدي صدقه ان شاء الله، الله يكثر خيرهم الله يخلف عليهم. هو مسالي، الله يرحم والديك. غدا واقيلا غنمشي نجيب البومبا، باقي البومبا غدا نهبطوها عاود من بعد نصرد ليه التصويره. ايوا صافي، انا جبرتي نطالع القهوه عييت. الله يرحم والديك، شكرا بزاف، الله يخلف، الله يجعل البركه وليد. هانكسي كمرات في فوتو كمرة يلا عاودت باش اخد قيدة ان شاء الله يا ربي. ها المعلم اللي دار دقوم جاي يدير البومبا، هو اللي غيكمل السيرفيس الله يرحم والدين. صافي الله يحفظ البركة. ايوا
ها انتما كتشوفوا اخوتي، انتما كتشوفوا تبارك الله الخير 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 بالماء اللي لقاو، ولكن حفروا كي قلت لكم 70 متر تكرفصوا وتعدوا بنا، وهذا كيف تكلف بهذا البير كثار مسكين، والحمد لله كلشي كلشي كيتعاون، اللي كيتعاون بالفلوس، اللي كيتعاون بالصحه ديالو، اللي كيتعاون بيده، اللي كيتعاونوا زعما الصراحه تعاونوه اي واحد اللي كيشوف البير غادي تفتح كلشي الناس كيتعاونوا والله العظيم اخوتي الناس تبرع في الماء حنايا مسلمين كيعجبونا نتعاونوا والله العظيم الله كراسي يزيد يحل شي بير اخو الله يبارك فيك ويرزقني باش نرزق المساكن ديالنا حتى هما نزيد نمشي بير اخر هذا هو اللي بغيت نوريكم اخوتي تمنيت هذا الفيديو يكون عجبكم وخليو لي كومونتير زوينين بحالكم وديما مع فيفي مكغاب ومره اخرى ان شاء الله مع فيديو جديد زيدو زيدو تبعو حتى الاخر العظيم اخوتي انتما كتشوفو سي بون ميسيون اون ميسيون مانيفيك جو بيغي جامي اي جو بيغي تالمون فيغ دوطخ ميسيون بوتيتخ بحلم كبير الحمد لله اللي بغى يسقي مرحبا به كنتمناو لك الخير والراحه والهنا والرزق ان شاء الله ها الماء هابطين ها هما مشاو في الزرع لتحت باقي كنخويو الزرع لتحت السويت تسقى